السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما المفروض إن أنا هعمل وزرة على الحيطة، يعني في جزء بارز وماشي معايا طول الحيطة، في أكتر من طريقة لكده. في طريقة إن أنا أجي هنا من كومبوننت وأقول له موديل إمبريس، وأختار مثلا الوول، وأبدأ أختار أمر سويب، وأبدأ أرسم مسار، والمسار دوت هيمشي بالشكل ال 2D اللي أنا هرسمه. يعني مثلا هقول مثلا سكتش باص، وأبدأ أرسم المسار بتاعي اهوت، وهقول له ده المسار بتاعي مثلا من هنا لهنا، تمام، واقول له اوكي. وبعد كده هبدأ ارسم البروفايل، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. اللي انت هترسمه هو يبدأ ياخد الشكل ده ويكمل عليه بالشكل دوت. بس في مشكلة بقى هتواجهك، لان هو مش معمول خصيصا لكده، ان لو في عند اي باب او اي اوبننج مش هيبدا يقف عنده، تمام. فالطريقه ديت هتواجهك مشاكل. اللي سويب كويس حاجات كتيره، بس لما يكون حاجه مخصصه ليه في طريقه تانية. في طريقه منك ان اجي هنا واروح قايل له اديت تايب، واروح قايل له انا عايز الاستراكشر، واقول له ريفيو انا عايز اشوفه هنا في السكشن، واقول له سويب، وابدا اضيف السويب اللي انا عايزه. مثلا اهوت هضيف الارتفاع بتاعه، الشكل بتاعه، الاوست قد ايه، وهكذا. كده اشوف الشكل اهوت، تمام. هتبدأ تلاقي جت بالشكل ده، تمام. طيب في طريقة تانية، او في ان انا اجي هنا من architecture واقول له انا عايز wall sweep، وابدأ اختار ال wall sweep بالشكل ده، تمام. طيب برضو هنا مثل ان هو وقف عند الباب، تقدر تيجي هنا وتحركه بالشكل دوت مانوال بالشكل ده زي ما انت عايز، تمام. طيب ممكن اجي اقول له موديفاي ريتيرن. يعني ايه موديفاي ريتيرن؟ يعني لما اقف هنا في الاخر يجي هنا يبدا يعمل لف. خلينا نشوف شكل تاني، ما فيش شكل تاني. طيب هقول له موديفاي ريتيرن، وتروح مختار من هنا، فيبدا ياخد اللفه معاك. ممكن تكون ده شكل دائري فيديها لك بشكل جميل شويه بدل ما هو كان واقف. طيب دلوقتي انا عايز هو يبدا يسيب مسافه، ممكن تبدا تحركها كده، او ممكن تيجي هنا من الايديت تايب وتقول له ديفولت سيت باك مثلا 200، الله، يبدأ يسيب لك 200 من الناحية دي أول ما يلاقي باب. طب 100 مثلا بالشكل ده. وتقدر من هنا تختار البروفايل، ممكن يكون عندك أكتر من بروفايل، فتقدر تختار بين البروفايل اللي موجود. تعال شوف دوت، ممكن تختار الماتيريال اللي انت هتشتغل بيها، ممكن تختار سب كاتيجوري، بحيث لو انت جيت ودوست في جي فتقدر تتحكم في الشكل بتاعه هيطلع ازاي. وول سويب اللي هي دي، تقدر تديها اللون اللي انت عايزه بحيث تتحكم في شكله في البيو دوت. وممكن لو انت عايزه يكمل معاك حتى كمان، تمام، هتبقى سيلكت عليه وتقول له اد ريموف وولز، وتروح محدد الحيطه فيبدا يعملها لك بالشكل دوت، ويفضل مكمل معاك. او عايز تشيله من الحيطه ممكن تروح تدوس عليها فيبدا يشيل لك من الحيطه دي.